تختلف أجواء العيد نسبياً من بلد لآخر. بالعراق تبدأ التحضيرات من آخر أيام رمضان، تباشر أيادي النساء بعجن الكليتشة، هذا النوع من المعجنات اللي يحضر قبل موعد العيد بيوم أو أكثر حتى يقدم للضيوف. حشوتها تتنوع، أما تكون بالتمر، المكسرات، السمسم أو حلوى الحلقوم وغيرها. اشتهرت السعودية ودول الخليج أيضاً باسم المعمول أو العصيدة، لكن العراقية منها تتميز بأجواء صناعتها المنزلية. فربة المنزل تستمتع وتفتخر باللي صنعتها إيدها وإيد بناتها أمام ضيوفهم. مهما تمر أعياد وتمشي السنين، تبقى الكليتشة وصناعتها بالبيوت تقليد عراقي ثابت.